السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي احبابي في الله، اهلا بيكم في قناتنا قناة منوعات نور. جينا النهاردة حلقة جديدة من سلسلة المرأة والحمل، نتكلم فيها عن سلسلة تطورات الجنين، وهو كيف يكون شكل الجنين في الشهر الثاني. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، احب افكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتدعمونا ونشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. نبدأ الفيديو بتاعنا بسم الله، والصلاة والسلام على أفضل الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. محتويات الفيديو بتاعنا: الحمل والحمل في الشهر الثاني، تطورات الحمل والجنين في الشهر الثاني، وفيديو عن الحمل في الشهر الثاني وأعراضه. نبدأ الفيديو بتاعنا بسم الله. يحدث الحمل عند المرأة بتخصيب البويضة الأنثوية المفرزة أثناء طور الإباضة ضمن دورة الرحم الشهرية عبر تلقيحها بالحيوان المنوي. يحدث التلحيق باندماج كلتا النطفتين الذكرية والأنثوية ليشكلا معا بويضة مخصبة تنقسم وتتطور عدة انقسامات متساوية لتنتج منها كتل خلوية تبدأ منها حياة الجنين، ثم تتطور هذه الكتلة عبر انقسامات أخرى جديدة لتكون كامل الجسد البشري بكافة أعضائه المتخصصة التي تتطور وتتميز أثناء فترة الحمل البالغة 9 أشهر ليخرج إلى الوجود طفل مكتمل. الحمل في الشهر الثاني: يدخل الشهر الثاني من ضمن الثلث الأول من الحمل ويمتد من الأسبوع الخامس وحتى نهاية الأسبوع الثامن، وغالبا ما تعلم الأم بحملها في بداية هذا الشهر، حيث يدل غياب دورة الحيض على حدوث الحمل افتراضيا، لتلجأ الأم للتأكد بكونها حامل أم لا عبر إجراء الفحوص الطبية والمخبرية اللازمة التي تثبت أو تنفي حدوث حالة الحمل. وفي هذه الأثناء تظهر المزيد من علامات الحمل الناتجة من زيادة إفراز بعض الهرمونات الجنسية التي تسبب تغيرات في بيئة الرحم، لتسمح للبويضة بالمرور عبر قناة فالوب باتجاه الرحم، ثم تنقسم عدة انقسامات أثناء مرورها بالقناة، وتكون ما يعرف بالمضغة التي تستقر في بطانة الرحم وتبدأ مرحلة الانغراس. طيب، تطورات الحمل والجنين في الشهر الثاني: يبدأ الجنين بالتشكل والتطور بشكل واضح وسريع، حيث يصل طوله في نهاية الشهر الثاني إلى حوالي 2.5 سنتيمتر، بينما يصل وزنه قرابة 30 جرام، وتتشكل الرئتان والقلب والمعدة والأمعاء والأعضاء التناسلية والأطراف والجفون وغيرها من الأعضاء بصورة عامة. وفي نهاية هذا الشهر يكون شكل الجنين على هيئة كائن بشري صغير جدا. الجنين في الأسبوع الخامس: يبدو الأسبوع الخامس من الحمل مميزا لدى الأم، فهي إما أن تكون على دراية حديثة بحملها أو ما زالت بها شكوك طبيعية لوجود الأعراض والتغيرات التي باتت تشعر بها، وبشكل عام فإن جنينها مستمر بالنمو في هذه المرحلة، إذ يبلغ طول الجنين بين 4 ملليمتر إلى نحو 6 ملليمتر، ويكون نمو الرأس سريعا بالنسبة لباقي أجزاء الجسم نظرا لنمو الدماغ الذي يقوم بدوره بتنظيم العمليات الحيوية، وتبدأ الأطراف بالتكون، فتتكون الأطراف العلوية على شكل مجداف والأطراف السفلية على هيئة زعانف، ويبدأ تخلق الجهاز العصبي بتشكيل مجموعة من الخلايا على تجويف يمتد على جدار المضغة، فيتكون أنبوب أجواف يدعى بالأنبوب العصبي الذي سيمثل الحبل الشوكي فيما بعد، وتتشكل الأوعية الدموية داخل المضغة وتمهيدا لتكوين الحبل السري في وقت لاحق. ويبدأ في هذا الأسبوع أيضا تطور ونمو القلب والكليتين والكبد. الجنين في الأسبوع السادس: يستمر نمو الأعضاء الداخلية في هذا الأسبوع من الدماغ والكبد والجهاز العصبي والحبل الشوكي، ويظهر تجويف الأذن مع نمو الأذن الداخلية، وتبدأ ملامح الوجه بالتشكل من عينين وأنف وفم وخدين وذقن، وتبدأ الأصابع بالتشكل، وفي هذا الوقت يميل جسم الجنين إلى الاستقامة، ويتخلق القلب على هيئة 4 حجرات، ليبدأ بذلك بضخ الدم إلى جسم الجنين، ويتحتم على الأم التأكد من ظهور نبض الجنين عند الطبيب باستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية، إذ يعتبر هذا الأسبوع الأنسب لفحص قلبه ومعدل نبضاته. ويبلغ طول الجنين في هذا الأسبوع السادس بين
التسعة ملي متر إلى حدود الاثنى عشر ملي متر. وفي آخر هذا الأسبوع يبدأ الجنين بالحركة، وتكون هذه الحركة خفيفة لا تشعر الأم بها، ويستمر الشعور بالغثيان والدوار المصاحب لآلام الرأس والصدر. الجنين في الأسبوع السابع، تواصل جميع أعضاء جسم الجنين نموها وتطورها، حيث تبدأ الأظافر بالتشكل وكذلك عدسة العينين، ويظهر بروز الكتفين والركبتين والكاحلين مما يتناسب مع حجم الجنين فيما يبلغ طول الجنين 13 ملي متر. وتزيد الحركة في هذا الأسبوع بشكل لافت عن سابقه، وعلى الرغم من اشتداد الحركة نسبيا إلا أنها لا تزال دون مستوى إحساس الأم بها واستشعارها كمؤشر. وينتظم عمل القلب بضخ الدم إلى الجسم لتسير بذلك الدورة الدموية من جسم الجنين وإليه بشكل واضح وجيد. ثم تبدأ الوظائف الفسيولوجية للأعضاء كالكليتين والكبد والدماغ بالتطور، وفي هذه المرحلة تأخذ الكليتين مكانها المناسب في جسم الجنين، وتسيطر الهرمونات على جسم الأم نتيجة للتغيرات المرافقة لتطور الجنين وتهيئه بالرحم، الأمر الذي يؤثر في نفسية الأم وانفعالاتها، وتظهر بالإضافة إلى ذلك حالة غثيان الصباح المرافقة للتأثير الهرموني. الجنين في الأسبوع الثامن، يتميز مظهر الجنين في هذا الأسبوع من الحمل ببروز الأطراف وازدياد طولها، وتكتمل الصورة البشرية للجنين بشكل صغير جدا، يكون طوله بين 11 ملي متر إلى ما يقارب 14 ملي متر. ويبدأ تشكل العينين الخارجتين والجفون، كما تبرز فتحة الفم وفتحة الأنف وتلتحم عظام الفك لتكتمل بذلك معالم الوجه البشري بشكله الأولى. ويستمر تطور الجهاز العصبي والحبل الشوكي فضلا عن تطور الأعضاء والأحشاء الداخلية كالمعدة والأمعاء والكبد، إضافة إلى تخلق الحبل السري الذي يربط بين الجنين والمشيمة. أما الدماغ فإنه ينمو بسرعة كبيرة بمعدل 100 خلية في الدقيقة، وتنمو في هذه المرحلة العظام والعضلات والغضاريف، كما تصل نبضات القلب الجنين إلى 150 نبضة في الدقيقة. ومن الملاحظ لدى المرأة الحامل تميزها بالشعور بحالة غثيان في الصباح المرافقة للتغيرات الفسيولوجية، إضافة إلى ازدياد الشعور بارتداء في المريء أو ما يدعى بالحرقة وتقلب المزاج وبعض الغازات وتكرار البول. عزيزتي، الشهر الثاني من أخطر مراحل الحمل، إذ يجب التوقف تماما عن تناول أي مواد ضارة أو استنشاق المبيدات والعوادم بكثرة. وإن كنت من المدخنين فعليك التوقف فورا، لأن نسبة احتمال إصابة الجنين بأي تشوه هي الأكبر خلال هذه المرحلة من الحمل. وخلال الشهر الثاني من الحمل يتطور الجنين تطور سريعا جدا، وبحلول نهايته ستبدأ جميع أجهزته الرئيسية في الجسم بالنمو والتطور مثل الأوعية الدموية والرئتين والمخ والمعدة، لمساعدتك على الاعتناء بنفسك وبجنينك في خلال هذه المرحلة من حملك. نقدم لك في هذا الفيديو كل ما يخص شكل الجنين في الشهر الثاني، ونعرفك أيضا بأعراض الحمل في الشهر الثاني. قد يكون الحمل مزعجا خلال هذه المرحلة، لكن في الواقع طبيعي تماما. في هذه المرحلة قد تواجهين غثيان الصباح أو الغثيان المستمر طوال اليوم، تقيؤ، الانتفاخ، زيادة في النفور الشديد من الطعام أو الرغبة الشديدة في الطعام، زيادة في التبول، تقلب المزاج والبكاء والتعب، تغيرات في حجم الثدي، حنان الثدي أو وجعه، اللعاب الزائد، الإمساك الدوار. من الطبيعي أيضا الشعور بتقلصات خفيفة أو آلام في البطن، بالإضافة إلى اكتشاف بقع دم في بداية الحمل. في الواقع يعتبر النزيف في بداية الحمل شائعا لدرجة أنه يمكن أن يصيب نحو 25% من السيدات، ولا يعني هذا دائما وجود مشكلة في الحمل. وعلى الرغم من ذلك عليك إخبار طبيبك للإطمئنان، بالإضافة إلى ما سبق. إذا عانيتي من التقلصات وكانت مصحوبة بأعراض مثل الحمى أو صعوبة في التبول، قد يكون ذلك داعي للقلق، ويجب زيارة الطبيب على الفور واستشارته. وهناك أيضا عدة أعراض يجب التوجه إلى الطبيب إذا عانيتي منها، وتشمل ألما شديدا في معدتك أو ظهرك، الحمى، نزيفا أو نزول بقع من الدم، صداع حاد، علامات التهاب المسالك البولية. ختاما، بعد أن تعرفت إلى شكل الجنين في الشهر الثاني ومراحل تطوره، سنخبرك في المرة المقبلة بمراحل تطور الجنين في الشهر الثالث من الحمل،
واهم ما نود تذكيرك به هو الحرص طوال فترة الحمل على اتباع نظام غذائي صحي وعلى والنوم ساعات كافية والتمتع بنمط حياة صحي من أجلك أنت وجنينك، ولا تترددي في استشارة طبيبك بخصوص أي ما يقلقك. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من قناتنا، قناة منوعات نور. وقبل ما ننهي الحلقة أحب أفكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشيروا الفيديو عشان تدعمونا ووصل لأكبر عدد ممكن. أشوفكم على خير في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.